هي بلد أمي بلد كل مين إيده لا مش بلد كل وزير فاتح حسابه أوليت محافظة بعلبك الهرمل اهتماما خاصا وزير الأشغال غازي زعيتر بيهمش المناطق المسيحية أرقامه بتفضحه أكتر أقضية بتدفع ضرائب تحصل على أقل نسبة من الإنماء وين الإنماء المتوازن يا معالي الوزير زعيتر لأضع الأمور أمام الكل اللبناني كل المناطق محرومة إلا المحسوبة على معاليه كل أغاني عن الوحدة الوطنية هل أنت بحكومة المصلحة الوطنية أو حكومة طائفة ومنطقة؟ وهل المصلحة الوطنية بتهميش المناطق المسيحية؟ كيف بتقبل يا دولة الرئيس كل هالتمييز بين الطوائف والمناطق؟ مين عم بيدافع عن حقوق المسيحية؟ الام تي في ترفع الصوت للحق والعدالة.